مرحبا برج القوس، أرى أنك حاليا يا برج القوس إما حاليا لديك شخص في حياتك. الجانب اللي صاير في الأعلى هو طاقة الشخص اللي حاليا موجود أو سيكون موجود أولا، سيدخل حياتك أولا، والطاقة التي في الأسفل هي صايرة طاقة الشخص اللي سيأتي لاحقا. ما هو الفرق؟ أرى أنك أنت حاليا تنتظر قدوم شخص، أو تنتظر بالأحرى عرض زواج، ارتباط، استقرار، شيء يعني أنت من زمان قاعد تنتظر هاي الشيء. أنت عارف شنو تنتظر، عندك ثلاثة الأغصان. ثلاثة الأغصان هو كرت الشخص اللي معطينا ظهره وقاعد ينتظر حمولة السفينة تأتي، يترقب السفينة تأتي، لأن في حمولة له في السفينة سيأخذ منها ما يحتاج. فأنت في مرحلة ترقب، متى راح يأتيك العرض، الشخص، الشريك اللي يخرجك من حياة العزوبية وحياة. بالعادة في ناس يكونون مرتاحين كعزاب، ولكن أراك حاليا تشوف حياة العزوبية كوحدة، كشيء انتصرت فيه فترة طويلة. يعني اللي قاعدة أحسه عندك أيضا ثمانية السيوف، وهي طاقة كلها تحس إنك حبيس أو أسير. ثمان سيوف، قاعدة أشوفك هاي الفترة أنت مو مستمتع في حياتك العزوبية، أو قاعد تشوف لك طريقة شلون تخرج منها، شلون فعلا كأنك تريد أن تسرع أن متى يأتيك هذا العرض أو هاي السفينة أو هذا الزواج. قاعد تفكر في طرق، شنو أقدر أسوي عشان أطلع من هذا الحال وأكون في حال آخر، حال الزواج، حال الارتباط. قاعد تفكر كثيرا هاي الفترة بهذا الشيء وشاغل بالك، وأشوفك حاليا مو عاجبك حال العزوبية. وإذا كان عاجبك الحين، فالتالي يخبرك أنه في المستقبل راح أنت تغير نظرتك لحياتك الشخصية، وإن كانت مليئة بكل شيء تحتاجه، وإن كنت حققت جميع أهدافك، فتطلع عندك رغبة لا تدري من أين أتت، رغبة بإنهاء حياة العزوبية وابتداء حياة الشراكة. هاي وضعك أنت الحالي. لديك الكثير من الطاقات الهوائية في القراءة، وأيضا طاقة ترابية. مثل ما قلت لك، أحس هنا فوق هو الشريك اللي راح يدخل في حياتك أولا، إذا أصلا لم يكن حاليا موجود، احتمال يكون حاليا موجود في حياتك. خلينا نشوف مواصفات الشخص اللي الأولي. هذا الشخص دخل حياتك كحبيب، يعني أشوف أن أنتم مريتوا بمرحلة الحب والرومانسية والاشتياق والتعارف، يعني ما كان خطبة أهل أو لا، صار في تعارف شخصي بينك وبينه وحبيته. ولكن أحس لسبب ما تحس أن هذا الشخص احتمال أنه ما يعرض عليك الزواج، يعني يمكن في بينكم حب من طرف أو من طرفين أو متبادل، ولكن كأنك قاعد تحس أنه ما راح يصير معاه، ما راح يأتي يوم من الأيام ويطرق باب بيتكم ويطلبك للزواج أو للخطبة. تحس أن هذا الشيء لن يحدث، وبالنسبة لك هذا اللي محسسك بأنك صاير مثل الأسير الحبيس اللي مو عارف شلون تغير الوضع مع هذا الشخص بالذات. الجواب لسؤالك شلون تغير هذا الوضع، الوضع راح يتغير من نفسه بسبب الكارتات المحيطة. أيضا الشخص الأولي ننظر في طاقته، عنده طاقة The Devil أو الإيجو، طاقة اللي يكون شيطان، الشيطان موجود. شفت طاقة اللافرس أو العاشقين، الملاك يكون موجود في الوسط ويجمع حبيبين، وهي طاقة السولميت. الديفل هي العكس نوعا ما، الشيطان يكون في الوسط ويكون حابس بالسلاسل شخصين مع بعض. هذه هي كرت الديفل. ولديك ملك الأرض أو ملك التراب والخماسي الصغير، Page of Earth، Page of Pentacles. أرى أنك راح تكون في الفترة القادمة، لأن راح تمر في مرحلة ما عندك إلا هذا الشخص في حياتك، راح تشوفه كأن ميلادك الأخير، فرصتك الأخيرة. تحس أن إذا الوضع ما ضبط مع هاي الشخص خلاص هذه نهاية العالم،
وما راح تتزوج وما راح تحصل على السعادة، وخلاص كأنه عمرك ما بتكون سعيد أبدا في زواج. ما أدري كأنك قاعد تشوف هاي الشخص آخر فرصة لك، ما أدري ليش، ولكن التاري يخبرك إن هاي كلها أوهام، هاي كلها تفكير خاطئ، وهاي كلها خطأ. طريقة تفكيرك هذه خطأ، لأنه يخبرك إن في شخص ثاني يعادله ويوازيه في العرض سيأتي في دربك، وراح يكون في أيضا تضارب. يعني في الفترة اللي هاي الشخص خلاص أنت قريب ترتبطون مع بعض ارتباط رسمي، راح يدخل هذا الشخص الثاني. فحاول أنك تسيطر على الأفكار المخيفة، الأفكار السوداوية، وما تفكر بالأسوأ، دائما فكر بالأفضل، دائما فكر بالأفضل، لأنه خلف ورقة الدبل أو الشيطان هو ملك الأرض، وهو ملك جدا مستقر. أشوفه طاقة الشخص الأولي، شخص جدا صاحب منصب، احتمال يكون شوي أكبر منك بالسن، ولكن صاحب جدا إنجازات على الصعيد العملي، معروف في المنطقة اللي هو يأتي منها، حسبه ونسبه أوكي، شخص معروف ذا جاه وذا منصب، مو شرط يكون مليونير، ولكن شخص معروف في محيط مجتمعك أنت معه، ويأتي لك بعرض، عرض صادق، عرض ارتباط، عرض مستقر، ولكن ما راح يكون عرض يعني واضح وسريع كخاتم خطبة لا، هذا عرضه راح يكون شوي بسيط مثل البذور، راح يعطيك بذور، أنت تطلب شجرة هو راح يعطيك البذور، فالعرض أبطأ هنا وأصغر. في المرحلة أشوفك راح تمر بمرحلة من الأوراق مع هذا الشخص، تعتقد أنه وصلت معاه إلى طريق مسدود، لأن اللي قاعد أشوف أن هذا الشخص لن يعرض عليك الزواج إلا عندما يدخل الشخص المنافس، وهذا هو الشخص المنافس، فارس الأغصان. بالعادة أنا يعني عندي علاقة غير جيدة مع فارس الأغصان، نايت أوف فاير، وأيضا يسمى نايت أوف وانز، لأن هذه هي طاقة هذا الفارس، لعوب زير نساء، يبحث عن المغامرة، لا يبقى، يعني هذا الشخص جيد جدا عشان تستمتع معاه، ولكن ليس شريك جيد، لأنه لا يبقى، دائما عنده مغامرة ثانية، اهتمام ثاني، شخص ثاني يروح يهتم فيه، دائما متنقل بين الأشخاص، بين المواقف، بين الدول، لا يبقى على حاله وغير مستقر، فلا تستطيع أن تؤسس معاه شيء. ولكن هذا الشخص تتغير رؤيته عندما يلتقي فيك، هنا طريق هذا كارت البالانس أو التمبرانس، أشوف أن هذا الشخص بطبعه راح يكون غير جاد، مو شرط أنه لعاب، خلينا نقول غير جاد، يعني مو حط الزواج في باله، مثلك أعزب، ولكن أنت أعزب حاط الارتباط في بالك وتريد هالشيء، هذا لا، مرتاح، أعزب ومرتاح خلينا نقول، ولكن عندما يلتقي فيك أو ينظر إليك راح تتغير عنده كل المعادلة، تتغير تغيير شامل. عندنا البرج، وهي طاقة الكثير يكرهونها أو يخافون منها، ولكن البرج بالنسبة لهذا الشخص أو لهالفارس جدا شيء إيجابي، يغير طاقته الغير مستقرة، راح ينهدم البرج، بما معنى راح تتغير كل طاقة هذا الشخص وأطباعه ونواياه. هو بعادته قلت لك غير جاد، احتمال أنه أصغر في السن من هذا الشخص، ورجح هذا الشيء أصغر في السن، فأنت احتمال أنه تنظر له أو عنده سمعة تسبقه بأنه غير إنسان غير جاد، فما أعتقد أنك في البداية راح توليه اهتمام، ولكن هو سوف يتغير تغيير واضح، يعني كأنه بيدخل هذا الفارس سريع، داخل بسرعة، ولكن سيتوقف عند محطتك أنت، وراح بسرعة يتجه لك، يعني احتمال إذا شافك في مكان معين احتمال بسرعة يتوجه لك، وشوف وين أنت مكانك، وين بيتك، من أهلك، شنو وضعك الاجتماعي،
على طول راح يكون دايركت، يحاول يعرفك أنت من وأين وفين. واحتمال هاي اللي سيضعك عزيزي برج القوس في مرحلة أنك راح تكون حبيس أفكارك الخاصة، كأنك مو قادر تتخذ قرار، كأنك تحس معلق بين سلاسل، مثل هاي الطاقة، طاقة الدبل، معلق بين شخصين بسلاسل، مو قادر تاخذ قرار. تحس ان اي قرار تاخذه راح يكون خطأ، لان العرضين راح يجونك مع بعض فيسبب لك شوي صدمة. عندنا كرت البرج، وهو السبب الاساسي وراء تغيير طاقة هاي الفورس. شوفه راح يمر بمرحلة مثل ما نقول مصيرية معاك، عندما يلتقي فيك أو يشوفك أو يتعرف عليك راح يتغير، وتغيير جذري جذري من الأساس. هذا الشخص سيغير أطباعه أو توجهه، احتمال كان توجهه أنه مجرد يكلمك يتعرف عليك، على طول راح يتغير من نايت أوف فاير إلى فارس السيوف. فارس السيوف هو فارس سريع وعنيف، لديه مهمة واحدة سينجزها، سينجزها بسرعة وبقوة، لن يتنازل إلا عندما ينجز مهمته. ما هي مهمته؟ وقع الاختيار عليك، فهو يريد أن يكون معك. هو أصلا راح يكون مصدوم، الشخص الثاني هو أصلا راح يكون مصدوم، لأنه يعرف نفسه أصلا ما كان حاط في بال الارتباط. بين يوم وليلة تغير هذا الشيء وقرر أنه يختار، مو يختار فقط أنه يتعرف عليك أو يكون في علاقة أو لا لا لا، يختار الباكج كامل، العلاقة كاملة. على طول راح من غصن إلى 10 أغصان، على طول اتجاه جدا معاكس، على طول طاقة ارتباط، على طول طاقة، يعني كأنه شخص موجود في حياتك أو يريد أن يكون زوجك، من 0 إلى 100 بسرعة مع هذا الشخص. لأن ماذا؟ لأنه التقى فيك، وقع الاختيار عليك، رأى فيك تحقيق لأحلامه، احتمال أنه وقع في الحب، ومو أي حب، هو يحس أن أنت الحب، الشخص المنشود بالنسبة له. فهذا الشخص راح يمر بمرحلة تهز فيه كيانه الشخصي، واحتمال أيضا تفاجئك أنت، يعني أنت احتمال لما تشوف البرج يقع، لما تشوف الشخص اللي كلش ما تتوقع يتجه نحوك ويطلب منك الارتباط والعلاقة والزواج، أنت أيضا راح تمر مرحلة صدمة، راح يكون أقل شيء تتوقعه في الحياة حدث. لأن دايما لما كنت أخلط أوراقك دايما كنت أسمع العكس، العكس، كلمة العكس، ان دائما العكس، عكس ما تتوقعه هو الذي سيحدث، وهاي اللي يسبب لك مرحلة او طاقة البرج. شيء من الاساس ينهدم. شنو اللي اشوف انا راح ينهدم؟ ما كنت اتوقعه، راح يكون العكس. ليش راح يكون العكس؟ بقول لك السبب جدا واضح. انت عندك هني شخص توقعت انه هو اخر فرصة لك، والشخص المنشود والشخص الذي يمثل إليك خلاص الارتباط، يجب أن أرتبط فيه، وهو فعلا إنسان مستقر، احتمال في عمله، في جاهه، مثل ما قلت لك في المادة مستقر، ولكن انظر إلى ما يقدم لديك لك. هو ملك الأرض، يقدم لك أصغر خماسي، يعني خماسي جدا صغير، عرضه صغير، عرضه أصلا لا يليق بمستواه هو. مو شرط أتكلم عن المادة، يعني احتمال يكون بخيل، ولكن مو شرط أتكلم عن المادة، أتكلم عن مستوى الشراكة والارتباط اللي مستعد يبتديها معاك. يعني هذا احتمال يقول لك مثلا بعد فترة ننخطب، بعد فترة نعرف الأهل مع بعض، بعد فترة، بعد فترة، يبتدي بأول خطوة، أو أول خطوة تكون صغيرة، بيبي ستيب. هذا الشخص على طول، على طول أقوى قوة، أسرع سرعة، ارتباط.
وليش أقول لك ارتباط؟ بالعادة مثل ما قلت لك أنا ما أحب هاي الفارس، ولكن لأنه تحول وأنت كنت السبب في تحوله، تحول صارت عنده مهمة واحدة. ما هي المهمة الواحدة؟ راح أقول لك 9 أكواب طاقة أمنية واحدة، شيء معين، شيء مركز عليه هو الذي سيتحقق. مهمة واحدة وهو تحقيق حلم أنه يكون معك أو أنه يبتدي معك أو كزواج. يعني تغيرت طاقته. إنزين خلينا نشوف الشخص الثاني اللي سيدخل عرض، شنو مستعد تقدم لك هذا الشخص. إذا هذا لديه ملك الأغصان، هذا الشخص لديه ملكة الأرض، سوري، يمتلك طاقة ملكة الأرض. ملكة الأرض يعني احتمال أنه يكون أقل منه بشيء بسيط، من ناحية المنصب، من ناحية المال، من ناحية، ولكن أيضا ملكة، أيضا مستوى ممتاز، يعني يعني متكافئ، يعني ما في فرق كبير في مستوى الحياة اللي راح تعيشها مع هذا الشخص أو مع هذا الشخص، ولكن يوجد فرق في النوايا. لأن انظر، هذا عزيزي لديه، هذا الشخص ألاحظ أنه راح يكون معك فترة ولحد الآن غير واثق، ولحد الآن راح يعطيك الخماسي الصغير وهو معك من فترة. هذا يدخل فجأة يكتشف أنك الشخص المناسب، وبسرعة عنده طاقة 8 الأغصان وهي أسرع طاقة تواصل، بسرعة مستعد أنه على طول يدخل في العميق. ملك يعطيك شيء بسيط، ولكن عندك هني طاقة ملكة. احتمال في فرق، كنت أيضا أسمع أثناء الخلط مصطلحات طبية، احتمال هذا طبيب هذا ممرض، يعني في فرق في هاي المستوى، واحد منهم في مجال الطب الصيدلة، أو أنت أيضا ملكة. 7 أكواب Ace of Earth أو الخماسي. الخماسي رقم 1 هو أكبر الخماسيات، يعني في الحجم هو بداية كل الخماسيات التي تليه من بعد. فهذا الشخص يعرف أن لديك خيارات، ويخاف أيضا. يعني شوف، فارس السيوف متوجه نحو اتجاه الخيارات اللي أنت تملكها عزيزي برج القوس، مو عاجبة وضع أن أنت لديك خيارات، ويخاف أنك راح تختار خطأ. هو قاعد يشوف، وراح يشوف اللي أنا قاعدة أشوفه الحين، أنه راح تختار اللي مظهره أقوى أو اللي كان موجود في السابق من الماضي، ولكن يقول لك أنا فعلا الحين وصلت، ولكن أنا أفضل الخيارات. كأنه قاعد يقنعك بنفسه أنه أفضل الخيارات ما بين كل خياراتك اللي راح تكون موجودة عندك ذاك الوقت. ملكة الأرض، ملكة جدا محبة، جدا عطوفة، يعني طاقتها طاقة أم. ملكة الأرض والإمبراطورة طاقتها تكون طاقات أم، يعني جدا إنسان، مو شرط ممكن يكون ذكر، ولكن إنسان جدا حنون عطوف. أيضا تغيير في مستوى الطاقة، راح من الأغصان طاقة النار إلى طاقة الهواء والسيوف إلى طاقة الاستقرار، يعني راح يكون اصلا في نمو وتحول مع هذا الشخص، راح يتلون معاك على الوضع اللي يناسبكم. هذاك الشخص ثابت خلاص، وثباته معناته انه وصل مرحلة معينة من الاستقرار، اللي اذا انت تريد ان تختار عليك ان ترضى بالاشياء اللي تأتي معاه، انه ما راح يكون في تغيير او تنازلات من صوبة بخصوص الحياة الزوجية بعدين أو حياة الشراكة بينكم، لأنه خلاص هو وصل مرحلة الملك. احتمال يكون متزوج من قبل، منفصل من قبل، أو حاليا متزوج أصلا ويريد الزوجة الثانية والثالثة، ولكن هذه الطاقة تقول لك إذا أنت تبيني، أنا أصلا ملك الأرض، إذا أنت تبيني لازم أنت تتنازل. وأيضا مو مستعد يعطيك الكثير، يعطيك بيج اوف بنتكلز، البنتكل الصغير، أصغر واحد. هذا ملكة الخماسيات، يعني غير عن الاستقرار المادي راح يكون عندك
حب وثبات وفعلا شريك، وإنسان يقدر يتغير باللي يناسب وضعكم بما يحتاج الموقف، ومستعد يعطيك الخماسي. الخماسي رقم واحد، الخماسي المتوحد الكبير يعني، على طول عرض زواج، عرض خطوبة، اقتراح، عقد قران. هاي اللي قاعدة أسمعه، إن على طول راح يكون في ارتباط دايركت، توقيع، أيضا توقيع المستندات القانونية المهمة مثل عقد الزواج. راح تكون لك بداية مع هذا الشخص، ما في فرق كبير بين الملك والملكة يعني، خصوصا إن يكونون من نفس الست، من نفس الطاقة، طاقة التراب. بس فعلا إذا أنت تبحث عن الاستقرار المادي، اثنينهم بيعطونك الاستقرار المادي، ولكن هذا شخص أصلا عرضه أفضل. يعني بالنسبة لي كنت قاعدة أسمع سيناريو أن هذا دكتور ومتمكن ولديه كل الخيارات في حياته ويستطيع أن يخطبك، ولكن قاعد يقول لك مثلا شوي لقدام، بعد فترة، بعد فترة، ومو على طول خطوبة، أول نعرف الأهل على بعض، أول نسوي كذي، أول نعمل، قاعد أحط لك خطوات، وأنت اللي لازم تركب هاي العتبات، صار عليك أنت الحمل، أنت اللي تحس أنك أسير مع هذا الشخص. لا يجب عليك أن تفعل أي شيء، أنت مرتاح، هو اللي سيأتيك، هو اللي سيغير طاقته بما يناسب الموقف. إنسان يعني أشوفه أصغر في السن، لأن لديه طاقتين فرسان قبل أن يصبح ملكة، احتمال أنه أصغر في السن راح يأتي في الوضع اللي أنت أوريدي احتمال مخطط أنه ترتبط بهاي الشخص أو تنتهي حياة، يعني تبني حياتك مع هاي الشخص، إذا أصلا بيكون في بنيان، لأنه بيكون أوريدي باني، كأنه يقول لك تفضل في حياتي الخاصة، تفضل في حياتي الخاصة بالضبط. شوف عنده 9 الخماسيات، نسيت انها موجودة هني، فعلا حقق النجاح لنفسه، ولكن انت تفضل وهذه تظل حياتي الخاصة، ما في شيء اسمه شراكة، الحياة الخاصة وانت تفضل فيها. الشخص الثاني لا يعي ما تعنيه الشراكة، لانه راح يبتدي معك من البداية، من الصفر. اول ما يشوفك راح تلفت انتباهه، طاقة شغف، بعدين راح يشوف ان عندك خيارات، راح يحتاج انه ياخذ قوة الحزم والعقل معك، ويفهمك، يقنعك ايضا ان حياتك معه راح تكون افضل. وفي النهاية هو عزيزي برج القوس قرارك، ولكن هذا ما يخبرك به التارو، وراح اسحب كرت اخير نصيحة لك، نصيحة اخيرة لبرج القوس بخصوص الشريك المستقبلي. Like attracts like. If you long for more love, be more loving. أحس لسبب ما هاي الكرت يذكرني هاي الموقف، انت ليش راح يدخل في حياتك شخص مو مستعد يبني معاك، مو مستعد ان تكون حياتكم مع بعض شراكة، مجرد يفتح باب حياته لك انت، وانت عاملك كأن الضيف، لان هذه حياته، عنده طاقة حياتي، انا اللي بنت. هل لان انت، وفعلا في بداية القراءة قلت لك، هل لأن أنت كنت تفكر أن هاي الشخص ملاذك الأخير؟ إذا كنت تفكر بهذا الشيء، حان الوقت أن تغير تفكيرك، ولا تخلي الأفكار السوداوية تستحوذ عليك ويكون لها سيطرة عليك. فالتاري يخبرك أن عندما تلتفت لروحك وتعتقد أن فعلا توجد لديك فرصة أفضل، يوجد لديك شخص أو سيأتي إليك شخص راح فعلا يريد أن يبني حياة معك، فهذا الذي ستحصل عليه. كل الموضوع يتلخص في طريقة تفكيرك والأمور اللي تخبر فيها نفسك. لما تخبر نفسك ما في فرص، فعلا ستقع في وضع ما في فرص، أو فرص ما تقيدك للسعادة حتى لو صار الارتباط مع الشخص اللي في الأعلى.
وعندما ترى أن في فرصة للسعادة فهي إن شاء الله ما ستحصل عليه. شكرا عزيزي، برج القوس، أتمنى لك كل التوفيق.